خدمة جميلة. في خدمات يعني الحقيقة واحدة من الأمور اللي استفدتها يعني إنه في خدمات كتير ترى الواحد ما يعرف عنها، كان يعني ما عرفناها إلا لما بدأنا نسأل هنا. خدمة جميلة اسمها المقرأة، تعرف خدمة المقرأة؟ تخيلوا تقدر تقرأ على شيخ مجاز من أي مكان في العالم من بيتك مع هذه الخدمة، موفرة مجانا 24 ساعة في اليوم، وتخيلوا كل القراء هنا مجازين بالعشرة قراءات، يعني تقدر تقرأ عليه بقراءة ورش أو حفص أو حمزة، أي قراءة تبغاها. أكثر من 180 دولة أو جنسية استفادت من المقرأة، صار لها 3 سنوات مفتوحة، وأكثر من 500,000 موعد. تخيلوا شيء جميل الحقيقة. ما شاء الله عبد الرحمن، عبد الرحمن من السويد. ما شاء الله بسم الله يعني. الله أكبر، بيراجع مع القاعدة المرادية. جيد ما شاء الله، جميل. عمره يمكن 7 سنين في السويد من بيته. فكرة جدا. الخلاصة خدمة المقرأة، وهذه ترى خدمة لا نستهين فيها. يمكن إحنا في العالم العربي لأنه موجود، يعني ممكن الواحد يروح على أي مسجد، سهل جدا الواحد يلاقي إمام يقرأ عليه، يعلم أطفاله، ولكن خدمة رائعة للبلاد الأخرى البعيدة اللي يمكن في مدن ما في أحد أصلا يعلم أولادهم القرآن، فيقدروا يستفيدوا ويتعلموا على يد شيخ في الحرم.